اهلا وسهلا فيكم في قناة اي اند واي جيمز. ورجعنا على لعبة دريس تو امبريس، وثيم هاي المرة العودة الى المدارس باك تو سكول. كتير متحمسة اني اعمل الثيم، في تحديث جديد على الماب، صار كأنه في برات، اظن هاي لعبة زي LOL وهيك. بس هلا الثيم هو العودة للمدارس، هتدخل على قسم الفي اي بي، كتير في اشياء سهلة بصراحة. حاسة الوانه مناسبة لمدرسة، وحاساه مرتب، مش عارفة ألبس عليه بنطلون ولا تنورة. بحس المدارس اللي زي هيك بيكونوا لابسين البنات تنانير والأولاد بلاطين، بس نفسي أختار تنورة يكون شكلها تنورة مدرسة. حاسة هاي التنورة مناسبة، البطن مبين، ما بدي البطن مبين، بس رح أخليها مبدئيا. إذا ما لقيت غيرها رح ألبسها. بدي أسوي مكياج المدرسة، رح يكون كتير صعب لأنه مفروض أنه ما في مكياج. ما بعرف في مدارس بتسمح بالمكياج، بس أنا مدرستي إذا تكوني رايحة حاطة مكياج يصير لك مصيبة سودة ويخلوك تعيطي ويخرب مكياجك، فالأحسن أنك ما تروحيش على المدرسة حاطة مكياج. فخليني أختار إشي، أو في بنات كانوا يعملوا يحطوا مكياج بس لما تيجي المس تمسكهم والله العظيم مو حاطة مكياج، هذا المكياج اللي مش مبين. فأنا حعمل هاي الخدعة إني أحط مكياج مش مبين، عشان لو مسكوني أظن إنه آخر همهم في هاي المدرسة المكياج على التنورة اللي أنا لبسها، يعني أكيد مش زي مدرستي اللي أنا كنت فيها. حعمل هذا التوم على أساس إنه طبيعي يعني. رح أعمل هلأ الشعر، هاي الكعك المنكوشة كتير مناسبة مع الحر والباص والهاد، يعني لازم شعرك يكون منكوش شوي في المدرسة، بس بدي أخلي لونها بني، حاسة هذا اللون مناسب. هلأ ضايل علي الشنطة والحذاء، ما في ولا شنطة من هدول مناسبة لمدرسة ولا حتى حذاء. نفسي بشوز رياضة عشان يكون مريح، بس مش حاسة انه هون في اشي. بفكر اطلع من قسم الفي اي بي واشوف برا يمكن الاقي شنطة مناسبة وحذاء. خليني اشوف البنات كمان شو لابسين. تقريبا كلهم لابسين نفس لبس مدرستي. طيب وين الحذاء؟ وين هذا؟ كعب عالي، مش لاقي حذاء، بدي شوز رياضة. هاي الشنطة مناسبة ما في غيرها، كأنه خليني اغير لونها اخليها كحلي عادي، مش ضروري الشنطة تكون كتير مناسبة على المريول، يعني مش لهالدرجة الأناقة، عادي أي لون. طيب وين شوز رياضة؟ لا هدول للأولاد. وين شوز رياضة تاع البنات؟ ليش هدول لابسين كعب عالي؟ أنا ما عمري شفت طالبة مدرسة لابسة زي هيك. بدي شوز عادي، شوز هذا الشوز أنا مش شايفة غيره. رح أخده ورح أحاول أخلي ألوانه تناسب على اللي أنا لابسة. حخليه رمادي وأسود، هاي اسود ومن تحت رح اخليه رمادي. خلص هيك كويس صار. وهلا بدي، شفت هاي البنت اللي حاطه شبره على راسها؟ عجبني. نفسي احط هيك اشي على، يعني اوكي انا شوي منكوشه بس شوي اطلع مرتبه يعني. كمان ضايل 33 ثانيه، من وين جبتي هذا الاشي اللي على راسك؟ كانه هاد، انا متذكر اني شريت الزي كامل، ليش هلا لازم ادفع فلوس؟ خلص ما في وقت اني افكر ليش لازم ادفع فلوس، رح احط هذا الاشي. يلا ما بدي لونه وردي، بدي اياه عجبتني كانت عاملاه زي كروهات. ايش اخلي لونه؟ كحلي رمادي. كان نفسي اخليها هيك مثل هاي الماشيه، بس ما في وقت، ضايل 6 ثواني لو الاقي لون هيك مخطط كروهات رمادي واسود. خلص الوقت، خلاص لونها رمادي مش مشكله. خلينا نشوف الملابس المدرسه. هاي البنت لبسها حلو، معاها كتب، حاطة مكياج كتير شوي، بس اللبس عجبني حاساه مناسب لمدرسة. رح أعطيها نجمتين. نشوف اللي بعدها، هاي معاها صديقها ولا أخوها. مش عجبني لبسها لأنه الجرابات مو مناسبين ولا الحذاء كعب عالي، وهذا زي اللي ما بعرف شو ماله، رايح تلعب كرة ولا رايح تتعلم. أنا أسفة، حاسة منظركم أبدا مش مناسب لمدرسة وما رح أعطيكم ولا نجمة. نشوف اللي بعدهم، يا ترى مين؟ يا الله، هاي ما بدها اجازة الصيف تخلص ولساتها لابسة البيجامة. واصعب شعور في العالم تصحى الساعة 6 على المدرسة بعد اجازة طويلة. بصراحة عجبني الهبل اللي هي عاملاه، رح اعطيها نجمتين. انا مع البيجامة، في ناس بلبسوا بنطلون البيجامة تحت المريول، انا شايفاهم بعيني من كثر النعاس بلبسوا المريول فوق البيجامة وبسرعة بسرعة على المدرسة. نشوف هاي البنت، بصراحة هاي الحركات الدوارة عجبتني أكثر من اللبس. أنا قبل ما ألعب ما كان هذا التحديث موجود، أعطيها نجمتين بكفي رأس، خلاص دوختينا، خلاص أعطيتك نجمتين، روحي ياي. ونطنطة كمان، هاي شكلها من محبين العلم والدراسة الأولى على صفها.
نشوف هاي ما عجبني هذا الجاكيت المفتوح، الالوان حلوة بس والجربات حلوة بس الجاكيت المفتوح هسا مش مناسب ابدا لمدرسة، ما رح اعطيها ولا نجمة. نشوف اللي بعدها، مش عارفة هاي العين المغمضة ما بحبها، وحاسة لبسها مش كتير مناسب، السماعات والهاد زي كأنها رايحة تلعب يعني، ما رح اعطيها ولا نجمة. نشوف اللي بعدها، جلدها عجبني، عاملة الجلد تاعها زي عليه مش عارفة شو اسمه، بس حاسة فيها اشي مميز، راح اعطيها نجمتين لانه شكلها مميز. وهاي انا احس حالي انق واحدة فيهم وشكلي متنمر وشرير، خليني اعمل كم حركة. لا ضيعت هيبتي بالهبل اللي عملته، كنت بدي ابين البنت المتنمرة هيك البروفيشنال الجادة في المدرسة، بس ما بعرف اذا رح يعجبهم لبسي ولا لا. نشوف في ضل حدا، لا انا كنت اخر وحدة، ما بعرف اذا في حدا صوت لي. هاي البنت اخذت المركز الاول والبنت هديك المركز الثاني، واللي عجبتني برضو المركز الثالث. انا اي مركز اخذت؟ السابع. ابدا ما عجبهم شكلي، هو صراحة شكلي شوي معطي حق اني شرير وشايف حالي. وهلا رح اختار ثيم من تعليقاتكم، كتير كتبتوا لي اني اجرب موضة الامهات او ملابس الامهات، فرح اختار ثيم واخليه ماذر فاشن. المفروض الثيم انه هي ام بس على الموضة، يعني ام عصرية. خليني اجرب كيف رح اتخيل الام العصرية رح تكون، متحمسة كتير اني ادخل اشوف الناس كيف انطباعهم عن الام. خلينا نشوف ايش ممكن الام العصرية تلبس. هلا المفروض انه الامهات مش على الموضة، ويعني هم يعني الموضة عندهم توقفت في عصر زمني معين، حس هذا من عصر التسعينات او الثمانينات بس، حقه 6000، ما معي اني اشتري للاسف، هيك بحس الاشياء الموردة بتناسب الامهات، بس ما معي اني اشتري، مش عارفة. هدول التنانير القصيرة واللبس الكتير قصير بحسه ابدا مش مناسب للامهات، كله هون قصير. بدي احاول اخذ لبس نوعا ما طويل وواسع. رح اخذ هاي البلوزة، بحس الامهات بلبسوا الاشياء المبرقعة يعني، هيك بيكون عليه رسومات واشياء وبيكونوا لقينه انه حلو يعني، هيك بتكون حاسة حالها كول. فبدي اختار برقعة معينة تكون مناسبة. اشوف هاي حسها شوي غريب، ما بدي يعني يكون قبيح، بدي الام يطلع شكلها حلو. حاسة هاي مناسبة انها واسعة هيك وسودة، وهذا اللميع كافي، مش حاسة انه في اشياء تانية حلوة، خلاص رح اعتمدها. بحس الامهات بحبوا البلاطين العملية عشان يعرفوا يركضوا ورا الاولاد اللي رح ينتحروا عند السيارات، او هربوا، او راحوا ياخذوا قميز من هاي اللي بتكون في المول، بيجوا بسرقوا القميز فكروها ببلاش، لسه مش عارفين الواقع، فبتروح الام تمعط ابنها وتركض ورا، فبتخيل انها تلبس بنطلون جينز، بس ما بدي يكون جينز يعني هيك، حاسة هيك يعني جينز ومش جينز. ما رح اعمل للام شعر، رح البسها حجاب عشان يعني بحس اغلب الامهات هيك بيكونوا. بدي اخلي الوانه هيك على الموضة لانه هاي ام على الموضة. احمر حساه كتير فاقع، بتخيل اللون الوردي احلى، رح اختار لون وردي فاتح، هاي درجة حلوة. والقطعة اللي تحت رح اخليها لونها اسود عشان تناسب مع البلوزة، بحس في كتير امهات بيخلوا القطعة اللي تحت لونها غير عن لون الحجاب، انا مش كتير بفضل، بحس انها ما تبين القطعة اللي تحت احلى، بس خلاص. خلينا نشوف حذاء، ما بدي اشرتح الام كتير، فحابة البسها حذاء كعب عالي عشان تبين انها متأنقة، لو لبستها شوز رياضة كتير رح تبين عملية، عارفة انه هذا الحذاء مش شغل اطفال وركض وراهم. هختار لها هاي الشنطة لانها كبيرة وبتوسع الشوكولاتات والمهدئات تاعت الاطفال اللي بيصرخوا، لو الام مثلا عندها اطفال بيكون جوا شنطة كل ام دكانة كاملة شيبس وشوكولاتة واشياء عشان تسكت الاطفال، وبيبي فاين واشياء كتير يعني، اشياء غريبة اكيد ما يتخيلها الانسان. وهلأ مكياج الام، بصراحة كتير محتارة، مش عارفة اخليها من الامهات اللي حاطين مكياج كتير. لا هاي كتير، في امهات فكرة هيك بيكونوا كتير حاطين رموش، مش لهالدرجة يعني. هاي حلو، مش عارفة الصراحة، هذا حلو كمان، بدي اخلي عينيها سود وتكون حاطة مكياج، لا هذا كتير بخوف. مش عارفة هذا غريب، كتير صعب، ما بدي اياها تكون لابسة عدسات. رح اغير الحواجب، حساهم مش مناسبين لهدول، كتير وقعوا على عينها هاي الام الحزينة، رح اخلي هاي الحواجب حساهم مناسبين. ثم الام ما بدي يكون يعني انها زي هيك، انها كتير عاملة فيهم اشي، هاي ام مبتسمة، بحسش الامهات كتير مبتسمين ولطيفين. هذا التم حسه طبيعي، اخلي لون وردي الروج،
ومش ضايل معي غير 53 ثانية، جاي عبالي أحط هذا كونتور وما بعرف شو. هذا حلو وفي هاد، لا هذا مش حلو كتير غريب. هذا أنف، لا كتير مش على الأنف. كان جاي عبالي أجرب شكل أنف بس لا خلاص أحسن بدون أنف، شكله غريب مش قادر أتعود عليه. حاسة لون الروج فوسفوري ما بعرف، هيك فاقع مش حلو كتير، حسيتهم هبشعها. خليني اغير التم بسرعة، بس مش ضايل معي غير 23 ثانية. كتير المكياج اخذني 10 سنوات، بس خلاص اي توم. هذا خلاص، هذا خليه لونه افتح شوي. مش عارفة كيف شكله، بحس لما هون قاعدة بيكون في عتمة، لما اقوم هاي مشكلة المكياج. بالبيت بيكون اشي، ولما تطلعوا برا مع ضوء الشمس ببين الخبايص اللي على وجهكم. بس خلاص انا ما في معي مجال اني اغير اي اشي، ورح يبدأ عرض الأزياء. كتير متحمسة أشوف كيف نظرتهم على الأمهات. هاي مالها هاي الأم اللي راح عليها باص المدرسة؟ شكله هاي البنت ما دخلت أصلاً، يعني يعني هي طلعت راحت تاكل راحت تشرب وظلت مشغلة اللعبة من أول المدرسة وهي نفس اللبس ولا نجمة. نشوف هاي الأم. بصراحة أنا عمري بحياتي ما شفت أم على أرض الواقع هيك شكلها. هاي أم برات يعني، مش عارفة صراحة. لا شو هالحركة الغريبة، كتبت هورس. ايش دخل الاحصنة في الموضوع؟ بسرعة روحي، عيني بدأوا يوجعوني. الحمد لله راحت. هاي ام كريبي كتير وغريبة، الله يعين اولادها. هاي الام اللي شو مالها، انا ما عمري هاي احنا حكينا ام مش بزنس وومن وطائية، حسها ما الها اي دخل في الموضوع. ما عمري برضو شفت ام زي هيك، حسة هاي سيدة اعمال، وعادة سيدات الاعمال بحس يعني ما بيكونوا كتير عندهم ناني ومربيات وهيك. طيب اغير، ما اعطتها ولا نجمة. هاي برضو انا برضو ما شفت ام زي هيك، وانا عايشه في كوكب ثاني. هو الامهات هيك اشكالهم، برضو ما رح اعطيها ولا نجمه، مش حسها بتشبه الام. ياي ياي ياي، هاي الام السعيده المقبله على الحياه هيك شكلها بيكون. ذبحت اولادها وطلعت وانطلقت، لا ارجوكم الا هاي الحركه. نشوف اللي بعدها، في ام عاقله غيري. انا الام العاقله الوحيده الراقيه المتشيكه وبنفس الوقت عمليه، بتمنى انكم تفوزوني. يا رب ما اعمل حركه الحصان الغريبه بالغلط، بدي اعمل حركات تنم عن الاناقة والروعة. عملت كم حركة اشوف، اوكي الحمد لله ما طلعت ولا حركة من حركات الحصان الغريبة. نشوف اللي بعتها، مش عارفة اذا صوتولي ولا لا. هاي شكلها ام لبس هذه الاشياء اللي مبرقعة وشعرها مرفوع. كتبت امي هي احسن ام في العالم، ام الطفة رح اعطيها 3 نجوم. شكله هي عم تحاول تعمل زي لك امها، واذا امها هيك شكلها بصراحة شكلها كيوت وحلو، اعطتها 3 نجوم. نشوف الام اللي بعدها، مين رح تكون؟ برضو هاي الام كتير شكلها ام، هاي الاشياء المبرقعة والنظارات والبنطلون الواسع، برضو 3 نجوم كتير حسن شكلها ظابط. نشوف هاي الام، بحس هاي الام هات يعني بتكون الام مغنية او ممثلة بيكون هيك شكلها، بس في الارض الواقع ما شفت ام هيك شكلها، ما رح اعطيها ولا نجمة. نشوف اللي بعدها، هاي الام اللي خلص وقتها وما لحقت بس لبسها تقريبا. في امهات هيك بحسهم 24 ساعة لابسين ملابس رياضة، بس لو كملت المظهر يمكن كان يطلع معها اشي حلو. وهلأ النتائج. فعلا الامهات، بس هاي الام اللي مش ام ليش فازت بالمركز الثاني؟ كتير غريب، المركز الاول والثالث بيستحقوا. اشوف انا حسيت منظري كتير زابط، انا بالمركز الرابع انجاز يعني، لو زودوا لي النجوم نجمة واحدة بس كان يمكن فوزت بالمركز الثالث. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، اذا حابين اعمل ثيم برات عشان نجرب ازياء البرات احكولي بعمله في الفيديو الجاي، ولا تنسوا تعملوا لي لايك واشوفكم فيديو تاني. باي باي.